السلام عليكم، معكم كوثر. كوثر اللي كانت وقع لها مشكل في الولادة، ومشات لي الوالدة ديالي، ولكن الحمد لله نسيت ذاك الأمر بفضل الله وفضل القضاء النزيه وفضل رجال الأمن وكل من كان داخل في هذا الشيء والصحافة والرأي العام. أنا بغيت نشكر الرأي العام للناس ما كنعرفوش في البنقاء وكيوقفوني وكيسلموا عليا وكيصبروني، وكنقول لكم الله يجعل ربي يسهل عليكم وشكرا بزاف. وكنشكر السيد وكيل العام النزيه، لان كيقول واحد المثال الى رب الاسره راه هو الاب، الى كان الاب زين راه كيكون وليداتو زوينين. والحمد لله القضاء عندنا زين زين، محكمه المحمديه ولات مزيان. هنايا راه مع ديما غنقول لك الله يرحم لك الوالدين. وحاجه انا على جيت، انا كشيني عمر ما بقيتش جيت من الحكم ديالي، انا جيت اخويا كنتعرض لواحد تهديد خايب من طرف واحد العصابه اللي انا نهار كنت كنخرج وبقى كنقول ابو جي مكشوف، كنخرج كنقول عندي مشكل مع الجمعويين مدينة المحمديه اللي ما عندهمش علاقه بالعمل الجمعوي ولا اعمم. كنت ديما كنقول الفئه، يعني كاين الخايب كاين زوين، فاذا به انا ما كنلقاش مشكل معاهم، كنلقى مشكل مع واحد اللي كينتحل صفه ديال صحفي واللي كيمشي يدير حوارات مع الناس بدون ترخيص على المباشر ديالو. هاد السيد هذا حرض عليا بعض الجمعويين اللي انا عندي معاهم، اللي كنت انا كنشير لهم. وحده رئيسه الجمعيه اللي كلشي عارفه في المحمديه انها كتاجر في القفه في الرمضانيه، انها كتبيع وتشري وبالدليل، وانا ضفت هادشي للدرك الفرقه الوطنيه ديال الدرك الملكي، وكتبيع في القفاف، مدوزه الحبس على النصب، على بزاف ديال الحوايج، مدوزه 8 شهور. هاد السيده ما عندي بها حتى شي علاقه، كتضم مع هاد السيد كيكونوا عصابه عليا. معاهم واحد السيده عامله نظافه بالجامعه، معاهم واحد السيد كيطلع يوميا بالمباشرات ديالو كيضرب في الناس المسؤولين على قبل الباركينغ، كيهضر على المصالح الشخصيه ديالو ماشي على المصالح ديال المدينه. هادو كونوا فرقه وكونوا عصابه اجراميه ضدي انا، لان انا هاد السيد اللي كيخرج وكيغوت على الباركينغ وديما داير حالات وكيدير افلام ومهرج، هاد السيد كان عندي ادوات، هما عندي نيته في الكليف كل شيء، كيقول لي يا كوثر المناضله الحره اللي ما تكاتش تاخذت حقها، فاذا به كيروم لهاد الطبقه كينعتني باسوأ اسوأ اسوأ الالفاظ السوقيه عبر المباشر ديالو. لا هو لا هاد السيد اللي كينتحل صفه المحامي، عفوا صفه صحفي، ولد خوه، هما واحد الجمعوي عنده ما يزيد 80 سنه. علاش هادشي؟ كيطلعوا يديروا عليا مباشرات والالفاظ السوقيه. وإلا مشيت تجاوبت انا ووضحت الاخوان اللي عندي باش يعرفوا السبب، كيقول لك ما نحاميها، كيبغيو يديروا تمويه. لكن ليش السبب؟ شنو هادشي؟ شنو السبب؟ وهو عندي راه وريته لكم، انه كي داير مباشر كيشكر في المولده، كيقول لها انك انت درتي فاعه خير، كيجبدها بسميتها، وهو السكرين وريته لكم، كيقول لها كل التضامن مع الاخت فلانه، وكيذكر لي غير هاد العصابه اللي دايره عليا. انا جيت لهاد المحكمه استئناف، انا ما كنجيش على والو، ملي كنشوف ان كاين طغيان وكاين الظلم راه كنجي. ما كاينش دابا شرتوا معاك الامور، حكمت لك المحكمه الصالح ديالك الحمد لله. الحمد لله. شنو وقع من بعد؟ راه هو هذا الموضوع النيت اللي كندوي فيه. انا الحمد لله فهذا ظلم وطغيان ماشي من جهه القضاء او جهه الامن، عندنا كل شيء دابا ولا الحمد لله بخير. انا من جهه بعض الجمعويين ومن جهه هذا السيد اللي كيخرج كيقول لك انا عندي ميكرو ندير فيكم ما بغيت. هذا السيد اللي ما تاخذش معاه الاجراءات اللازمه والدخلات الفرقه الوطنيه وطالع على المكالمات ديالو وعلى الميساجات ديالو، هاد السيد غيبقى حتى يدخل علينا الدار. هاد السيد راه ولا طاغي حتى لواحد الدرجه ما تصورش. شنو المصلحه ديالو؟ الابتزاز، لانه عنده عده شكايات الابتزاز، عنده عده شكايات الابتزاز. شنو يطالب منك؟ يعطيه فلوس؟ انا النهار اللي طلب مني الصلح قدامكم هنايا وداك الشيء قلت عفا الله عما سلف، صافي تسامحت معاه. فاذا به منين انا كنشوف
غادي في المسار ديال الابتزاز، انا ما عنديش بيه علاقه، ماشي ود مدينتي، ما كنعرفوش، ماشي ولد المحمديه لا هو لا هذا السيد الجمعاوي اللي عنده 80 سنه، ماشي ولاد المدينه. هذا السيد هذا ما عرفت فين ساكن، واش في المشروع ولا ما عرفت فين، ماشي ما كبرش معنا ما كيعرفنيش، ولكن عنده اللي عنده هو باغي يوصل للمولده، لانهما كلهم كانوا كيرجعوا ضدي على قبل التمويل من المولده. انا كنعاود نقولها، انا راه ما كنخرجش نهضر الا ما شفتش كاين شي خيط اللي فيه عصابه. انا هاد علاش جيت اليوم؟ لا علاش بغاو يستهدفوك دابا السؤال؟ باش يطيحوني، لان الهدف ديال الطرف الاخر هو انني نمشي للحبس. والدليل على كلامي وريتكم السكرينات دابا، كيقول لي حي النساء ينادي وغنصيفطك بالادله للسجن والجناح النساء، كياكد عليها ودارها حتى في المباشر، ها هما السيديات، ها هو الفيديوهات، راني وريتكم كلش. هاد السيد بغيت نعرف انا اللي كيحرض عليا هاد العصابه ديالو، ولا هاد السيد اللي معاهم حتى هو كيخرج يغوت على الباركينات، انا شنو بيني وبينهم؟ البارح كنت مناضله حره، اليوم وليت من واحد الكلام ساقط، انا شنو بيني وبينكم؟ انا اللي كيقول لهم غنديروا عليها وقفه نهار الخميس، غيديروا عليا وقفه، انا ضربه المال، انا ضربه المال العام، واش انا اللي زايده في المازوت؟ واش انا اللي مغليه السلع؟ شنو المضمون ديال هذا الوقف؟ ما فهمتش المضمون. منين شاف راسو هو صاحبه تشد، بغى يبين العائله ديالو انا راه غادي ننتقم. انا لا، واحد كان مبحوث عليه وتشد هذه 3 ايام، من نهار تشد كيتهموا اي واحد، كيتهموا اي واحد، هو دابا راه كيتهم كلشي، فلان اللي صيفطو، فلان اللي صيفطو، ماشي فلان اللي صيفطو، لا كنقولها من هذا المنبر، مبحوث عليه، مشات ليه الشرطه النزيهه والناس النزهاء، حتى واحد ما صيفطو، مصيفطو المنتف ديالو التجار في البشر، لان هو اللي كان مطاقي عليهم، هو اللي كان مزيدهم، هو الزعيم كما كيقولوا لي في المباشرات ديالهم الزعيم. شنو مصلحتهم يهاجموك؟ هو انني نطيح ان تعتقل بتهمه شنو؟ من نهار ربحت 100000 مش كل اللي حاميك؟ بتهمه شنو؟ باغي يديروا لي من حاميك؟ باغي القضاء اللي عطاك هما باغيين يديروا التمويه والتضليل زعما حيت انا نهار ربحت 100000 واللي تراني محميه. بغيت نذكر الاخوان والراي العام مشكور، انا النهار ربحت 100000 راه على 7 سنين، راه تا مشات لي داري، راه تا مشات لي حياتي، راه تا نتفت شعري فيها، تا قطعت حوايجي فيها، 7 سنين راه عاد خديت حقي، تا جاو الناس النزهاء ملي جاو عاد عطوني حقي اللي هو القضاء النزيه، باش ينوضوا يقول لك انت عندك علاقه مع فلانه، وانت عندك علاقه مع فلان. اللي جابها لي فمو كيقولها ما عارفش العواقب ديال هاد الشيء فين غادي يوصل. هما ماشي طرف معاك في الملف، علاش غيوليو معاك طرف؟ قلت لك هو ماشي طرف معايا، ولكن راه وريتكم السكرينات، راه كيقول لها كل التضامن الاخت فلانه مسميها، وحتى في المباشر ديالو كيسمي المولده، وفي السكرين كيسمي المولده من النمره ديالو. هما عصابه فيها 6، انا حطيت الارقام ديالهم، واللي كان مزعمهم هو اللي تعتقل. من نهار اللي تعتقل هما بعدا منايضين ليا كاملين، ولكن من نهار اللي تعتقل دابا 3 ايام راه ما نقولش لك ولا كيمشي حرض عليا جي نديروا عليها وقفه. رانا ربحت عميل فيه، راه ما زايده في حتى شي حاجه، ولا زدت لكم انا في المازوط ولا زدت لكم في السلع، انا ربحت عميل فيه، تقطعت عليه شعري كما كيعايرني كيقول لي قرعه وما عندكش الشعر في المباشر ديالو. ولكن انا جيت لهاد الساعه دي، جيت عند السيد وكيل عام على قبل شكايتي حال بالارقام اللي فيها على الفرقه الوطنيه، دار خبره، اي واحد عنده علاقه مع شي حد راه القضاء فوق كل شيء. سالينا هذا الشيء اللي بغيت نقول، والله يرحم لكم الوالدين، وانا الراي العام راه خيركم ما غننساهش، راه انتم كصحافه خيركم ما غننساهش، والناس القضاء راه كنقولها وكنعاود نقولها على راسي، الى انا في الحق مرحبا اي عقاب وباي حاجه، والى انا مظلومة فعلا، وراني وريتكم اشنو، وريتكم الدلائل، جميع الدلائل، الاوديوات، الفيديوهات، السكرينات، انا بغيت حق.